انا مسلم. رمضان كريم ان شاء الله بالصحه والسلامه، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وتنشكر الناس الجداد، الناس اللي تابونا والناس المشاهدين القدام والجداد بالصحه والسلامه ان شاء الله. نتمنى لكم رمضان مبارك عليكم بجد الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كريم برولي، كريم تيستعملوه دي سير في لوطيلات وفي لي ريستورون، تيجي رائع. تبعوا معايا، غنحتاجو هنايا اطرو ديال الحليب، نضيفو ليها واحد 250 غرام ديال الكريم فريش قشدة طارية، وغادي نحتاجو 200 غرام ديال السكر سنيدة مع 320 غرام ديال الجون دوف أصفر البيض، غنزيدو عليه 200 غرام ديال السنيدة. وغادي نحتاجو 14 غرام ديال الفاني، تيجي رائع وزوين وسهل التحضير وسريع. غادي نخلطو بحال غادي نديو هذا نفيضو التحليب مع القشطة الطارية فوق النار. من بعد ما فاض لينا على هذا الشكل هذا تيفيض تيفيض، تنخويو هنا و تنحركو تطلع لا طريقة هذه في السيشن. غادي نجيبو بحال هاد السلايف هادو ولا لي راه مكان هادوك لي حاضرين شوية كبار، إما بحال هادو يكونو باش يدخلو الفران، ولا لي راه مكان تيكونو شوية حاضرين صغار كبار على حسب شنو نتوفر عندكم. ولا هاد لي راه مكان هادو اما تعمرو هادو اما ديرو فهادو، ولكن هادو يكونو شويه كبار وغراضين شي شويه باش تجي واحد الشكل، حيت هذا ماشي بحال كريم كراميل، هذا كريم برولي كيدير دي سير تعمرو بهاد الشكل هذا. لا ما نعمرهمش بزاف، حد النص اللي ورا النص حيت هادو عندي كبار شويه. بعد ما درتهم في الطاوة تنعمرهم بالماء، بحال كنعمر الطاوة بالماء مزيان، كيطيبو تحتو من الماء. من بعد غادي نطيبو في الفران 100 درجة الحرارة، تنقلبو بهاد الطريقة هادي، تنشوفو تبدا يتزعزع، لو زعزعوه خصو يشد راسو مزيان،
لا ولا بدا تيشد بشوي بشوي، ما خصوش يتزعزع بزاف، تيختار تيتقال شتو تيتزعزع، مازال خصو شوية بهاد الطريقة تتقلبو. ها هو بدا تيتقال لينا على هاد الشكل هذا، شوف نبين ليكم شي بهاد الطريقة، نزيدو واحد شوية صافي نحيدو. ما بدش صافي، من بعد ما بطاب لينا هو تيجي على هادشي. بهاد الطريقة شتي، دابا نديرو في التلاجة يبرد، عاد حتى تيبرد مزيان عاد من بعد ما برد لينا هو بغيتو تخليوه على الطريقه، تخليوه بغيتو تزينوه بالشونتيو بالشوكولا ولا شي حاجه زينوه. دابا انا غادي نزينو ها الشونتيو، هو طلعت الشونتيو كريم شونتيو، غنزيد ليها شويه ديال، نزيد ليها شويه ديال املو دوز ونخلط. نزيد ليه واحد شويه ديال الامر بهاد الطريقه هادي، نزينو بهاد الطريقة هادي. هو الشكل ديالو النهائي، بالصحة والراحة، وزوقوه بالطريقة اللي تتعجبكم نتوما، واللي ممكن ديرو فيه الطيفو، فيه اللوز، الفواكه الجافة، الزبيب، المهم وديروه يبرد، تقدموه في الفطور تيجي رائع. وبالصحة والراحة، وما تنساوش الاشتراك ديالكم ودعم القناة. وشكرا.